اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 3 which is entitled congruence. الدرس بتاع النهارده درس سهل جدا وشيق. كل اللي انت محتاجه بس في الدرس ده ان انت تكون مركز وانت بتقرا النيم بتاع الشيبز اللي هتجيلك. طيب كلمه congruence معناها ايه؟ كلمه congruence معناها بالعربي تطابق. يعني ايه كلمة تطابق؟ يعني الشكلين او الحاجتين اللي انت بتتكلم عنهم دول لما تيجي تحطهم على بعض هيجوا على بعض بالظبط. لو تفتكر في جريد 5 احنا كنا اتكلمنا على الاكسس اوف سيمتري وقلنا ان الاكسس اوف سيمتري بيديفايدز الايه الشيب لتو كونجروانت بارتس. يعني ايه؟ يعني كان الاكس يعني كان الاكسس اوف سيمتري كان بيقسم لك الشكل لشكلين او لجزئين. لما تيجي تعمل فولدنج حوالين الاكسس اوف سيمتري هيطلعوا على بعض بالظبط. كلمه على بعض بالظبط دي يعني تطابق. خد بالك ناس كتير بتتلخبط ما بين كلمه كونجرونس وما بين كلمه سيميلر. السيميلاريتي ده درس السنه الجايه ان شاء الله هتاخده بمعنى التشابه. يبقى انا مبدئيا مش عايزك تتلخبط ما بين كلمه كونجرونس وما بين كلمه سيميلر. كلمه كونجرونس معناها ان الشكلين على بعض بالظبط ايا كان ايه هم، لاين سيجمنت انجل ايا كان ايه هم هيطلعوا على بعض بالظبط. ولكن سيميلر دي قصه تانية معناها تشابه. ممكن تلاقي شكل صغير وشكل كبير الاثنين شكل بعض لكن الدايمنشنز بتاعتهم مختلفه، مش هيجوا ايه على بعض. زي مثلا ما بتشوف عربيه وبتشوف اللعبه الصغيره، العربيه الصغيره اللي هي اللعبه اللي هي الماكيت بتاعها، الاثنين دول سيميلر ولكن نوت كونجرونت. الاثنين مش متطابقين. لما تيجي تحط دي على دي، لا طبعا دي الدايمنشنز بتاعتها كبيره ودي الدايمنشنز بتاعتها ايه صغيره. يبقى هنتفق مع بعضينا ان في huge difference between the congruence and the similarity. طيب نبدا مع بعضينا الليسون بال congruence of two line segments. يعني امتى اقول ان ال two line segments are congruent؟ اقول عليهم ينفع يتحطوا على بعض امتى؟ نقول ان ال two line segments are congruent if they are equal in length. يعني لو لقيت ال ABD اللينس بتاعها قد ال CD يبقى طبيعي هقدر احطهم على بعض بالظبط، وطالما حطيتهم على بعض بالظبط يبقى الاثنين ايه؟ congruent. طب ارمز لكلمه congruent دي بايه؟ نرمز لها بالايه؟ بالثلاث شرط دول. الثلاث شرط دول معناها ان ال AB line segment is congruent لل CD line segment. يبقى اللينس بتاع ال AB بيكوال اللينس بتاع ال ايه؟ ال CD. طيب ثاني حاجه الكونجروانس اوف تو انجلز، امتى اقول على التو انجلز ان هم كونجروانت؟ اقول عليهم طبعا لو الاثنين ايه؟ ايكوال الميجر. يعني لو الميجر اوف انجل ايه ايكوالز الميجر اوف انجل بي يبقى الانجل ايه از كونجروانت للانجل ايه؟ للانجل بي. اوكي؟ طيب تالت حاجه ودي اللي هنشتغل عليها بقى في الليسون كتير اللي هي الكونجروانس اوف تو بوليجونز. امتى اقول ان التو بوليجونز اللي عندي دول ايه؟ كونجروانت. البوليجون ده عبارة عن closed shape consists of line segments connected with each A with each other. يعني مجموعة line segments زي ما انت شايفها كده متوصلين مع بعض. امتى اقول ان ال A B C D E congruent لل A لل X Y Z M L؟ اقول ان الاثنين congruent لو كل side بي equal ال corresponding side بتاعه. يعني for example انت عندك ال A B هنا اهو قد مين؟ قد ال X Y. يبقى هو ده سايد وده بنسميه الكورسبوندنج بتاعه، يعني المناظر ليه او المقابل ليه في الشكل الايه؟ في الشكل الثاني. طيب هل السايدز بس؟ لا ما ينفعش السايدز بس، لازم يكون السايدز والانجلز كمان. يعني تلاحظ ان الانجل A لازم هتيكوال الانجل X، والانجل B هتيكوال الانجل Y، والانجل C تيكوال الـ Z، والانجل دي ايكوال ام والاي ايكوال ال. كل الانجلز ايكوال بعضيها وكل السايدز ايه بتيكوال بعض. في هذه الحاله فقط بنقول ان البوليجون اي بي سي دي از كونجروانت للايه؟ للبوليجون اكس واي زد ام ال. اوكي؟ طيب يبقى تو بوليجونز ار كونجروانت اف ذير از ا كورسبوندنس بتوين ذير فيرسيز such that each side of each angle in the first polygon is congruent to its corresponding element in the other ايه؟ بوليجون. يعني نقول على الشكلين ان هم متطابقين او ينفع احطهم على بعض لو في عندي كورسبوندنس بتوين كل الفيرتسيز وكل الايه وكل السايز. يبقى احنا اتفقنا مع بعضينا if the two polygons are congruent لو انت عندك الشكلين congruent then each side and each angle in one of them is congruent to its corresponding element in the other. يعني لو انت عندك هنا الشكل A B C D
ده is congruent to الشكل ABXY. زين ايه بقى؟ خد بالك اولا وانت بتكتب الانجلز والسايدز تاخد بالك من الترتيب. هو هنا قال لك ايه؟ قال لك ABCD، قال لك ABCD، والتاني قال لك ايه؟ ABXY. ال AB هنا مع ال AB هنا، يبقى اول سايد ده common في الاثنين. طيب جه بعد كده قال لك ايه؟ قال لك BC، ABC، وهنا قال لك ABX، يعني ال BC ماشية مع ايه؟ مع ال BX. نعرفها ازاي؟ انت خدت اول 2 لترز هنا مع اول 2 لترز هنا، والبي هنا والبي سي مع المين؟ مع البي سي. اوكي، والسي دي مع مين؟ مع الاكس اي، مع الاكس واي. وارجع خد الدي اي مع الواي اي. اوكي، يبقى زين ايه بقى؟ الاي بي ده كومون، والبي سي هيكوال معاك مين؟ البي اكس، عرفت من هنا. والسي دي هي ايكوال اكس واي، عرفت من هنا. والسي دي هي ايكوال الاكس واي، والدي اي هي ايكوال معانا مين؟ الواي اي. طيب مستر لو انا عملت مثلا الدي اي والاي واي، لا ما ينفعش، لازم بالذات في الدرس دوت يكون عندك التزام بالترتيب، يعني الفرتسيس تكتبها مترتب. يبقى احنا كده عرفنا ان السايد ده قد السايد ده، والسايد ده قد السايد ده، والسايد ده قد مين؟ قد السايد ده. بس كده ولا في انجلز؟ لا، ممكن كمان استنتج ان الانجلز كلها قد بعض. يبقى هنا هنقول كمان ايه؟ هنقول ان الميجر اوف انجل عندك هنا دي اي بي، دي اي بي ده هيكوال الميجر اوف انجل واي اي بي. تمام، ايه تاني؟ ال ABC هت equal ABX، والميجر اوف انجل ABC هت equal الميجر اوف انجل ABX. ايه تاني؟ ال BCD الميجر اوف انجل BCD هت equal الميجر اوف انجل BXY. اخر حاجه الميجر اوف انجل سي دي اي هت ايكوال معانا الميجر اوف انجل اكس واي اي. لو اتلخبطت ممكن تجيبهم من هنا، يعني عندك اي بي سي يبقى الانجل بي هت ايكوال اي بي اكس، والبي سي دي اللي هي دي بي سي دي هت ايكوال بي اكس واي. يعني ممكن اشتغل على الليترز اللي جايه لي فين؟ في الاسم نفسه. طيب تاخد بالك هنا بقى ان الشكل اللي قدامك ده فين الاكسس اوف سيمتري بتاعه؟ الاكسس اوف سيمتري بتاعه اللي هو الاي بي ستريت لاين. طالما في عندك شكلين كونجرونت في سايد كومون، يبقى لازم على طول هما الاثنين هيجوا على السايد الكومون ده، مفيش فيها فصال، لازم يجوا على السايد الكومون. لكن لو هما بعاد عن بعض، لا، يبقى ممكن نرسم لهم اكسس اوف سيمتري. اوكي، اهو هنا اهو الاي بي ستريت لاين از ذا اكسس اوف سيمتري اوف ذا بوليجون سي دي اي y x b. كل الشكل ده ده الاكسس قسمه 2 and divides it into two congruent a polygons. طيب تعال نشوف اول اكزامبل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الاوبوزيت فيجر البوليجون a b c d m l بكونجروانت للبوليجون a k z y x m l. تاخد بالك من الترتيب، يعني هنا قال لي a b قدامها مين؟ قدامها k z، يعني البوينت a ديت قدامها مين؟ قدامها الكي. والبوينت بي اللي هي دي قدامها مين؟ قدامها الزد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي بي هيكون قد الكي ايه؟ الكي زد. اوكي، طيب هو مديني مجموعه لينسز، بيقول لي هنا رايت وات يو ديديوس فروم كونجروانس اوف ذا تو بوليجونز. هنقول الاتي: وي ديديوس فروم كونجروانس of two polygons that that a ان ال AB be equal ال KZ. ال AB be equal ال KZ be equal كام؟ be equal 6 سنتيمتر. ايه كمان؟ عندي ال BC هنا، BC هنا كده قدامها مين؟ هنا قدامها Z و Y. يبقى ال BC بت ايكوال الزد واي
بتيكوال كام؟ بتيكوال 7 سنتيمتر. ايه كمان؟ خد بالك انت عندك في الشكل، انت عندك ده قد ده قد ده قد ده، يبقى دول كلهم زي بعض، وانت عندك ده قد ده، يبقى دي برضك كمان 7 سنتيمتر، يبقى هنا دي 6 ودي هنا ايه؟ ودي 7، وطبعا دي هتبقى 6 ودي هتبقى ايه؟ هتبقى 6. طيب بيقول لك فايند البريمتر اوف ذا بوليجون، اللي هو الايه؟ البوليجون ام اكس واي زد كي ال، عايز البريمتر بتاع البوليجون ده، ده هيكوال ايه؟ يبقى هنا ذا بريمتر اوف ذا بوليجون ام اكس واي زد كي ال هيكوال معانا كام؟ هيكوال انت عندك هنا 7 2 تايمز، يبقى انا عندي هنا 2 تايمز 7 بلس، انا عندي 4 سايدز كل واحد منهم 6، يبقى بلس ايه؟ 4 تايمز الاي ال 6 اللي هتيكوال 14 بلس ال 24 which is 38 سنتيمتر. بستفاد ايه برضو من الكونجروانس في الشكل ده؟ بستفاد ان الانجلز عندي برضو ايه؟ قد بعض، يعني الميجر اوف انجل ايه ايكوال ميجر اوف انجل كي، يعني الميجر اوف انجل ايه ده بيكوال معايا الميجر اوف انجل كي. ايه كمان؟ انا عندي البي قدام الزد، الميجر اوف انجل بي بيكوال معايا الميجر اوف انجل ايه اوف انجل زد اند سو اون في كل الانجلز، يعني السي هتيكوال الواي والدي هيكوال الاكس والام هنا هتيكوال الام هنا والال عندي هنا هتيكوال ال عندي ايه هنا. ان ذا اوبوزيت فيجر بيقول لي ان الانجل دي ايكوال 65، بيقول لي ان الاكس واي بيربنديكولار على الاكس ام، يعني دي كده 90 ديجريز. يقول لي ذا فيجر اكس واي كي ام، اكس واي كي ام از كونجروينت تو ذا فيجر اي بي سي ام والاكس ام ايكوال 6 سنتيمتر. لما اجي اشتغل في المسائل اللي زي دي اخد بالي من ايه؟ اول حاجه تاخد بالك منها الترتيب، يعني تاخد بالك ان الاكس قدامها مين؟ قدامها الايه، يعني الاكس كده قدامها الايه. تاني فيرتكس عندك مين؟ الواي قدامها البي، يعني الواي قدامها الايه؟ البي. يعني هو ماشي هنا اكس واي كي ام، يبقى هنا اي بي سي ام، الام كومون والسي قدامها الايه؟ قدامها الكي. اوكي طيب كومبليت ذا فولوينج. هنا الاكس واي لاين سيجمنت دي كونجروينت لمين؟ ادي الاكس واي لاين سيجمنت هتبقى كونجروينت لمين؟ للاي بي لاين سيجمنت، يبقى الاي بي لاين سيجمنت. لو كتبت البي اي لاين سيجمنت هتبقى غلط للاسف، لان انا عندي في الكونجروانس بماتش بتوين الفيرتيسيز وبعضها. طيب تاني حاجه الواي كي، طالما قال لك الواي كي وزاويه الشرطه اللي فوق دي يبقى انا عايز منك لينس. هنا الواي كي اللينس بتاعها هيكوال اللينس بتاع مين؟ طب انت ما عندكش حاجه زي كده، ما عندكش 6 سنتيمتر، يبقى اشوف اللينس بتاعها الناحيه الثانيه هيكوال اللينس بتاع مين؟ الواي قدامها البي والكي قدامها السي، يبقى هنا قدامها البي سي. واوعى تكتب لاين سيجمنت عشان تبقى غلط، لو بيتكلم على لينس. طيب الام سي، الام سي هتبقى كونجروينت لمين؟ للام كي. طيب الاي ام ايكوال كام سنتيمتر؟ انت عندك الاي ام دي هي الاكس مين؟ هي الاكس ام، ادي اي ام ادي اكس ام. هتلاحظ دايما ان وانت بتتكلم هنا هتلاقي ان الليترز مترتبه زي ما انت بتتكلم بالظبط، يبقى الاكس ام والاي ام قد بعض، يبقى الاي ام عندي 6 سنتيمتر. طيب الاي اكس ايكوال ايه؟ كام سنتيمتر؟ الاي اكس طبعا دي 6 سنتيمتر انت تطلعها ودي 6، يبقى الاثنين 12. طيب الميجر اوف انجل واي، الانجل واي دي هتيكوال ميجر اوف انجل ايه؟ تمام الميجر اوف انجل بي. طيب الميجر اوف انجل سي هتيكوال ايه؟ هتيكوال الميجر اوف انجل كي، لان هما الاثنين دول ادي هنا الكي اهي دي تالت واحده وهنا مع السي تالت واحده، يبقى الانجل كي. طيب الميجر اوف انجل اكس هتيكوال الميجر اوف انجل مين؟ الميجر اوف انجل ايه. طيب الميجر اوف انجل سي ام اي، سي ام اي ايكوال كام ديجريز؟ هتيكوال 65، لان الانجل دي هنا هي زي الانجل مين؟ دي هنا. طيب الميجر اوف انجل ايه ايكوال كام ديجريز؟ ايكوال 90،
ليه 90؟ عشان الاكس 90 والاي زي الاكس. طيب الكي ام سي، الكي ام سي هتيكوال كام؟ خد بالك دي 65 ودي كام؟ ودي 65 ودي كلها ستريت يعني 180. يبقى 180 ماينس الاثنين دول اللي هم 130 يبقى يديني كام؟ يديني 50. يبقى دي كده 50 ايه؟ 50 degrees. طيب ال سي ام اكس، السي ام اكس هتيكوال كام؟ هتيكوال 65 بلس ال 50 اللي هي 100 اند ايه؟ اند 50. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايز على ليسون 3. اول اكسرسايز معانا كومبليت ذا فولوينج. تو لاين سيجمنتس ار كونجروينت اف، احنا قلنا طبعا ان اللاين سيجمنتس بيبقوا كونجروينت لو ايه؟ لو هما الاثنين قد بعض في اللينس. يبقى اف زي ار ايكوال ان لينس. طيب two angles are congruent if what؟ طب بالنسبة للانجلز عشان يبقوا الاثنين متطابقين لازم يبقوا الاثنين equal in measure. يبقى if they are equal in measure. طيب two polygons are congruent if there is a correspondence between their vertices such that each each side and a and each angle in the first polygon is congruent to its correspondence element in a in the other polygon. يعني كل سايد وانجل في البوليجون الاولاني هيبقوا زي بعض بالظبط في البوليجون الايه الثاني. The axis of symmetry of a polygon divides it into two a two congruent polygons. طيب هنا if AB line segment is congruent to CD line segment then AB lens length of AB هي equal A هي equal the length of CD. طيب if AB line segment is congruent to XY line segment then AB minus XY. خد بالك هما الاثنين congruent يعني الاثنين equal. يبقى لما اجي اعمل لهم subtraction يبقى لازم هيديني ايه؟ هيديني zero. if angle A is congruent to angle B يعني الانجل A والانجل B تحطهم على بعض يبقى زي بعض بالظبط. والميجر اوف انجل A 50 يبقى الميجر اوف انجل B is A is also 50. طيب if angle A supplements angle B يعني تحط انجل A plus angle B يديك 180 and angle A is congruent to angle B يعني الاثنين قد بعض يبقى 180 والاثنين قد بعض يبقى الواحده كام؟ تمام لازم تكون ايه؟ تكون 90 degrees. طيب اللي بعديها if angle A complements angle B يعني الاثنين تعمل لهم بلس يديك 90 and angle A is congruent لانجل B والاثنين زي بعض يبقى الانجل A equal what؟ هت equal 90 divided to which is 45 A degrees. طيب number 10 if C is the midpoint of AB يعني عندي line segment AB والC في النص يبقى الAC هتبقى A مع الBC يبقى واضح ان الAC هتبقى congruent للA للBC. طيب هنا if the polygon ABCD is congruent للبوليجون XYZL then DA line segment congruent لمين؟ هنا مش لازم ترسمه، هو قال لك DA الD اللي هو الليتر ده مين اللي قدامه هنا؟ اللي قدامه هنا الL نحط الL. الA هنا مين اللي قدامها؟ مين اللي كورسبوندنج ليها هنا؟ كورسبوندنج ليها اكس. يبقى ال LX line segment دي اللي كورسبوندنج لمين؟ لل DA line segment. طيب والميجر اوف انجل BCD هتيكوال الميجر اوف انجل ايه؟ هو قال لك BCD يبقى هنا اللي قدامها ايه؟ YZL. YZL. عشان كده تاخد بالك من الترتيب، طالما قال لك ده congruent لده انا ممكن اطلع بانفورميشنز كتيره جدا من الايه؟ من السيمبل ده. اللي بعد كده the two squares are congruent if what؟ two squares هيبقوا زي بعض امتى؟ لو a are equal in length يبقى if their side
their sides are equal in length and the two rectangles are congruent if what. لو عندي two rectangles يبقى لازم اللينس والويدز يكونوا ايه؟ يكونوا هنا زي هنا اللي هم بنسميهم الدايمنشنز. يبقى if their dimensions are equal in ايه؟ are equal in length. Exercise 2 in the opposite figure. The two pentagons shown are congruent. Pentagons يعني ايه؟ يعني polygon has five sides. Complete. أولا لازم أكتبها. يعني أنا عندي هنا الـ B corresponding لمين؟ للـ R. يبقى هنا B وهنا مين؟ وهنا R. طيب بعد كده الـ L واضح إن هي قدام مين؟ قدام الـ O. الـ L و O. خلاص طالما خدت two letters كمل بقى يبقى B L A C K. B L A C K قدامها R O H E S. لما تيجي تكتب الـ two names كده هي ايه هتسهل عليك الدنيا. طيب الـ B corresponds to what؟ الـ B corresponds to الـ R. ممكن نجيبها من هنا الـ B أول letter مع الـ A مع الـ R أول letter. طيب the polygon B L A C K is congruent to the polygon what؟ طبعا احنا جايبينها R O H E S. R O H E S. طيب الـ K B equal how many centimeters؟ الـ K B قدامها دي قد دي يبقى 4 centimeters. طيب الـ measure of angle E هت equal measure of angle C. ولو ما خدتش بالك ما عرفتش جايبها من هنا انت عندك الاي اهي الليتر الكورسبوندنج ليها السي. طيب السي اي سي اي هو هو ده يبقى 5 سنتيمتر. طيب الميجر اوف انجل اي هت ايكوال الميجر اوف انجل اتش. البروبلم اللي بعد كده في الاوبوزيت فيجر نديني بعض المعلومات اللي على الرسمه اهي وبيقول لي البوليجون A B C F A B C F congruent للبوليجون E D C F E D C F. يبقى انا اقدر من هنا طالما قال لي الاثنين congruent يبقى انا اقدر انقل الانفورميشن من الايه من الشيب ده للشيب ده طالما الاثنين زي بعض يبقى اي انفورميشن هنا ممكن اعمل لها شيرنج للناحيه الثانيه. يعني ال 5 دي يبقى ده برضك 5 سنتيمتر. دي 110 يبقى ده برضك 100 ايه 110. طيب هو بيقول لي ال A B equal what؟ ال A B equal اي دي. ممكن يبقى اول تو ليترز مع اول تو ليترز يبقى عندي اي دي. طب الاي اف اي اف يبقى اي اف. طب الميجر اوف انجل اي الاي اللي هي اهي اول لتر يبقى عندي مع الاي الاي مع الاي. طيب الميجر اوف انجل بي واضحه ان هي مع قدامها ايه قدامها الدي. طيب الميجر اوف انجل اف سي دي اف سي دي واضح ان هي اف سي بي. يا تجيبها من على الرسمه ولو احترت هنا تجيبها من هنا ادي اف سي دي اهي اف سي دي يبقى اف سي بي. طيب الميجر اوف انجل اي اف سي اي اف سي دي قد دي يبقى 110. طيب البي دي البي دي كلها واضح ان هي 10 سنتيمتر. طيب الميجر اوف انجل اف سي دي اف سي دي دي. طيب خد بالك بقى اولا انت ما عندكش الناحيه الثانيه انجل زيها ما اقدرش. طب دي كام يعني دي عشان اجيبها لازم اكون عارف دي. بس خد بالك بقى من حته مهمه قوي. اولا انت عارف ان الانجل دي كلها بي سي دي دي كلها ايه دي ستريت انجل. يعني الميجر بتاعها كام؟ الميجر بتاعها 180. طيب ال 180 دي المفروض تتقسم لاثنين الاثنين دول قد بعض بالظبط يبقى 180 divided 2 يبقى لازم دي تكون 90 ولازم دي تكون ايه 90 يبقى دي 90 ايه degrees. يبقى دايما لما هتاخد بالك لو في عندك اكسس اوف سيمتري للشكل لازم الايه بيبقى بيربنديكولار على ايه على السايد. طيب الميجر اوف انجل اي اف اي اي اف اي دي كلها ايكوال كام؟ 110 يبقى 220 وانا عندي دي كلها ريفلكس يعني 360. 220 minus 360 يبقى 140. طيب the axis of symmetry of the polygon ABDEF is ABDEF واضح ان هو ال FC straight line. طيب نيجي اللي بعد كده. In the opposite figure عندك معلومات كتير قوي ومديك هنا ABCD congruent ل XCBY يبقى انا من حقي اتبادل المعلومات اترانسفير الانفورميشنز بتوين التو ايه التو شيبس. الكونجرونسي بيسمح لي ان انا اشير الانفورميشن
between الشكل ده والشكل ده. اوكي؟ طيب ال AB ال AB هيبقى عندي قدامها corresponds لمين؟ ل XC. طب ال XY XY يبقى AD. طيب ال CD يبقى BY من غير ما ابص على الرسمه. طيب ال BC is not side. ال BC واضح ان هو is a common side. طيب الميجر اوف انجل واي واي هي الدي. الدي عندي 120 وانا في كونجرونسي بتوين التو ايه التو شيبز يعني من حق اتبادل انفورميشن يبقى دي 100 ايه 120. طب الميجر اوف انجل ايه الاي واضح ان هي مع الاكس يبقى ايه 85. طيب الميجر اوف انجل اي بي سي اي بي سي الاي بي سي اللي هي اي بي سي اكس سي بي اكس سي بي يبقى 65. طيب الواي بي سي الواي بي سي واضح ان هي ايه ان هي 90 ايه 90 ديجريز. طيب نيجي اللي بعد كده ان ذا اوبوزيت فيجر. مديني الفيجر اللي انت شايفه ده كله بيقول لي اف دي باي 6 انجل اي دي سي اي دي سي وده باي سيكتور يبقى دي هنا ايه يبقى دي هنا 40. طيب وبيقول لي الاف دي از اكسس اوف سيمتري اوف الاي بي. الاف دي ده اكسس اوف سيمتري للاي بي. طالما axis of symmetry يبقى قسم الشكل ده كله يبقى ايه لتو congruent ايه بارتس. وخد بالك من حته مهمه جدا, طالما ده axis of symmetry لل AB ودي كلها straight angle يبقى لازم دي تكون 90 ولازم دي تكون ايه 90. دي حته مهمه قوي. ال axis of symmetry لو جاي عمل الشكل كده ودي وعندي straight angle هيقسمها عندي الايه لتو angles قد بعض. طيب complete the following. المجر of angle AFD AFD هتبقى كام؟ هتبقى 90 degrees. طيب المجر of angle CDE CDE واضح 40 و 40 80 degrees. The length of BF BF equal كام سنتيمتر؟ هو مش كاتب لي هنا. طب نبص هنا كده. هو مديني ال AB ب 12. ال AB كلها ب 12 يبقى دي 6 سنتيمتر ودي هنا ايه 6 سنتيمتر يبقى ايه يبقى 6 سنتيمتر. طيب the two figures A و A are congruent واضح. نعملهم بقى بالترتيب D E A F هيبقى هنا D E A F and D C B F D C B F are A are congruent. لازم تاخد بالك من الترتيب بتاعهم. Exercise 8 in the opposite figure if the figure ABCD ABCD congruent للفيجر ام اف اي دي ام اف اي دي. خد بالك الشكلين شكلهم غريب قوي, يعني انت لما تيجي تبص ممكن ما تعرفش تاخد بالك الدنيا ماشيه ازاي هنا او السايدز ايه كورسبوندس ليه. لكن لما تيجي تبص لده اصغر سايد اللي هو ده, مين اصغر سايد هنا اللي هو ده, يبقى واضح ان الدي دي كومون والسي هي الاي والاي هي الام والانجل بي جايه مع الانجل اف. طبعا ممكن ما تاخدش بالك من هنا, فاللي هيساعدك كتير ترتيب الليترز هنا وترتيب الليترز هنا. طيب بيقول لك السي ميد بوينت اوف ام دي والام سي ايكوال 3 يبقى ده بردك ايه 3 سنتيمتر. طيب كومبليت ذا فولوينج. الميجر اوف انجل اي طبعا بلاش بقى تشتغل على الشكل عشان الشكل هنا ديفيكولت شويه. الاي قدامها ام يبقى ايكوال الميجر اوف انجل ام. طيب الميجر اوف انجل اي دي سي اي دي سي يبقى هنا ام دي اي ام دي اي ادي هنا اهي ال اي دي سي اي دي سي ام دي اي. طيب الميجر اوف انجل بي كورسبوندس هنا الايه لاف. طيب الميجر اوف انجل بي سي دي بي سي دي زي اف اي دي وانا عندي اف اي دي 125. طيب الميجر اوف انجل بي سي ام انا عندي هنا بي سوري بي سي ام بي سي ام هو عايز دي. طب دي نجيبها ازاي؟ انا عندي دي 125 ودي هنا كام ودي 100 دي كده 125 ودي كلها ستريت يبقى دي لازم تسبلمنت دي يبقى دي هتبقى كام؟ يبقى 180 ماينس 125 اللي هي 50 ايه 55 ديجريز. طيب هنا الاي اي ايكوال كام سنتيمترز اللي هي دي كلها. بص معايا انت عندك السايد ده هو هو مين السايد ده يبقى ده 3 وعندك ده كله اللي هو ال 6 هو ده ايه هو ده كله
يبقى 3 سنتيمتر بلس 6 سنتيمتر يبقى 9 ايه 9 سنتيمتر. طيب المساله اللي بعد كده ان ذا اوبوزيت فيجر، بص على الشكلين طبعا شكلهم ديفيكلت شويه، يبقى انا اللي هيساعدني ترتيب الايه ترتيب الليترز هنا يعني. A B C D قدامها M D E F، يعني ال A قدام ال M وعندي ال B قدامها ال A ال D، يبقى انت ماشي كده هنا كده وده ماشي هنا كده. Complete the following: ال measure of angle A قدامها ال M، ال measure of angle C D A C D A يبقى E F M. طيب ال measure of angle E، الانجل اي ديت واضح اللي هي الايه ال 90، لان الاي اهي قدامها السي يبقى 90 ديجريز. طيب الاي ام ايكوال كام سنتيمتر؟ اي ام الحته دي خد بالك بقى، انت عندك ده كله كام؟ الاف ام، الاف ام قدامه مين؟ الاي دي، يعني الاي دي ده كله 8. طيب وانت عندك الاي بي قدامها الام دي، الاي بي قدامها ام دي، يعني الام دي دي 5، يبقى دي 5 ودي كلها 8، يبقى دي كام؟ يبقى دي 3. يبقى الـ M equal كام؟ 3 سنتيمتر. الـ measure of angle B plus الـ measure of angle F. طيب خد بالك الـ angle B اللي هي الـ angle مين؟ الـ angle دي الناحية التانية اللي هي دي. طب والـ angle F اللي هي دي، اللي هي دي كده. طب والاتنين دول بلس بعض يدوني إيه؟ يدوني 180. يبقى الاتنين دول بيسبلمنت إيتش أذرز، يبقى دي 180 degrees. طيب وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 3. ليسون سهل جدا زي ما قلت لك، انت تركز بس في النيم بتاع اسم الايه اسم البوليجون، تاخد بالك من الترتيب. درس سهل مفيش فيه مشاكل، بالتوفيق ان شاء الله.